يقول السائل: إذا غاب قرص الشمس وراء الجبل، وكان الفرق بين الأذان وغروب القرص 10 دقائق، فهل يفطر الصائم من باب تعجيل الفطر؟ لا، هذا ما هو بغروب للشمس، غروبها في الجدار ولا في وراء جبل ولا وراء شجرة، هذا ما هو بغروب. الغروب أن تسقط في الأفق، أن تسقط الشمس في الأفق. أما غروبها وراء، هذا ما يسمى غروب، إذا حال دونها جدار أو حال دونها شجرة أو جبل، هذا ليس غروبا للشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل، علامة غروب الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس. أما إذا غابت وراء جبل ما يقبل الليل ولا يدبر النهار، لأنه ما يزال النهار موجود. نعم.